بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، سيدنا ومولانا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير ورسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وعظم وكرم وشرف وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم بقلب سليم، والذي نتناول فيه أحوال القلوب وكيفية صيانتها من المساوئ والعيوب، بعدما عرفنا أن قلب الإنسان هو رئيس هذه المملكة الإنسانية وهو مدبر هذا البدن. هذا البدن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى جعل القلب هو المدبر له، جعل القلب هو ملكه، جعل القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. غير أن الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بقلب غير قلوب سائر المخلوقات. ونحن عندما تكلمنا عن القلب عرفنا أن القلب هو لطيفة ربانية أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان، ولها علاقة بالقلب الذي هو لحمة تضخ الدم في جسم الإنسان. اللحمة التي تضخ الدم في جسم الإنسان لها نظير في سائر الحيوانات، أيضا عندهم قلوب تضخ الدماء في أبدانهم، ولكن قلب الإنسان له ميزات خاصة متعلقة به. قلب الإنسان جعل الله سبحانه وتعالى له خصائص لم يختص بها قلب من القلوب سوى قلب بني آدم. قلب الإنسان أول خصيصة له من خصائصه أنه قلب يحمل العلم وقلب له إرادة. العلم والإرادة من خصائص قلب ابن آدم. بمعنى سائر القلوب في سائر الحيوانات من غير علم من غير إرادة. العلم هو الذي اختص الله سبحانه وتعالى به بني الإنسان عن سائر المخلوقات الحيوانية. العلم هو أشرف شيء شرف الله تعالى به هذا الإنسان، ولذلك يقول الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: لو كان شيء أفضل عند الله تعالى من العلم لأعطاه الله تعالى لآدم ليميزه به على الملائكة. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. لماذا اختار الله تعالى أن يعطي آدم العلم؟ ليميزه به. فلو كان هناك شيء أفضل أو أشرف من العلم لأعطاه الله تعالى لسيدنا آدم عليه السلام. إذن العلم أشرف شيء أعطاه الله تعالى لهذا الإنسان. وكما هو معلوم، الإنسان لا يولد عالما، فإن الله سبحانه وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان ولد لا يعلم شيئا، ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل في قلبه القابلية للعلم. عندما يصبح الإنسان مميزا، عندما يبلغ سن التمييز، وسن التمييز الفقهاء تكلموا عليه، ما هو ضابط سن التمييز؟ يعني يقولون إن الصبي المميز له أحكام في الإسلام. طب كيف نعرف أن هذا الصبي مميز؟ قال أهل العلم: إذا أكل وحده وقضى حاجته وحده فهو مميز. أدي هو الضابط اللي أنا أقدر بيه أعرف الطفل المميز من غير المميز: إذا أكل وحده وإذا قضى حاجته وحده من غير احتياج إلى أب أو إلى أم. طيب، الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الإنسان القابلية للعلم، والعلم على ضربين: العلم الضروري والعلم المكتسب. كما بينا من قبل، العلم الضروري
عندما يبدأ الإنسان في التمييز يكون عنده العلم الضروري، يعني يفهم، يعرف العلم الضروري، يعرف أن السماء من فوق، يعرف أن الأرض من تحت، أمور ضرورية يعرفها الإنسان، يعرف أن هذا والده، أن هذه أمه، يعرف أن الواحد نصف الاثنين. ولكن إذا بلغ الإنسان وسار به العمر يبدأ بعد ذلك في اكتساب علوم ومعارف عن طريق الاطلاع والبحث والنظر، وعن طريق كذلك التعرف على سبل الحياة. فيبدأ الإنسان في طلب العلم المكتسب، وهذا العلم المكتسب هو الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هو فريضة على كل مسلم طبعا وكل مسلمة. العلم الذي طلبه فريضة ما هو؟ وهذا سؤال مهم جدا، وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه المسألة. لا شك أن هذا الحديث يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لابد أن يطلب العلم، وإحنا قلنا إن من خصائص قلب الإنسان العلم والإرادة. الآن نتكلم عن العلم، وسنتكلم عن الإرادة فيما بعد. فيما يتعلق بالعلم، عرفنا أن العلم مكتسب وضروري. العلم المكتسب هو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة. الآن واحد جه يسألني بيقول لي: احنا عايزين نعرف طلب العلم فريضة اللي هو ايه بالظبط؟ اي علم؟ علم الطب، علم الصيدلة، علم الفقه، علم الحديث، علم التفسير، اي علم بالظبط هو اللي طلبه فريضة؟ وان كل مسلم لازم يطلب هذا العلم، كل مسلم ومسلمة. باختصار وبإيجاز شديد، حتى تستطيع ان تعرف ما هو هذا العلم لابد أن نستمع إلى كلام العلماء. قال أهل العلم: العلم الذي طلبه فريضة هو علم التوحيد. ده رأي أول من آراء أهل العلم. العلم اللي هو يجب على كل مسلم يطلبه علم التوحيد، اللي هو إيه؟ علم معرفة الله، أعرف ربنا إزاي؟ لأن أول ما يجب على المكلف هو معرفة الله سبحانه وتعالى. طيب الرأي الثاني: العلم الذي طلبه فريضة علم الفقه، لأن العلم، علم الفقه هذا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، يعني إيه؟ هعرف أصلي إزاي، أصوم إزاي، أحج إزاي. الرأي الثالث بيقول: العلم اللي طلبه فريضة علم الأخلاق، علم التصوف، علم تزكية النفس، علم إصلاح القلوب، ازاي ازكي نفسي، ازاي اصلح قلبي، ازاي قلبي يكون صالح لمعرفة الله، ازاي القى الله بقلب سليم. تفصيل اكثر من ذلك ان شاء الله في معرفة العلم الذي طلبوه فريضة، ومعرفة الراجح من كلام العلماء، ولكن في الحلقة القادمة ان شاء الله. فإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.